يخبرون أن حزب الله يضحي داخل لبنان من أجل لبنان بالمقابل، يعني ما رأيكم بما يقوم به الحوثيون؟ ألا يقومون بنفس الشيء؟ يعني تنظيم مسلح يدافع عن أرضه؟ بلى، يدافع عن أرضه طبعا. يعني أنتم بس مع بس شو الرابط يعني؟ يعني نفس الشكل، هم يمنيون يدافعون عن أرضهم، ما تنظيم مسلح وهناك حرب. طيب ما موقفك من ما يحدث في اليمن؟ طيب دفاع عن النفس، مش عم يدافعوا عن نفسهم الحوثيين؟ هن عم يعتدوا على حدا؟ هم يعتدون على أحد؟ يعني في نظركم ما يحدث، يعني ما يقوم به يعني في اليمن؟ يعني أنا أعتقد، أنا في نظري أنه هذه الحرب اليمنية عبثية يجب أن تتوقف، لأنه يعني في عدوان على عفوا بس يرسلون مسيرات إلى السعودية ويضربون السعودية. إيه بس أنت ما أنت بتشوف كمان الأضرار التي تلحق بهم كشعب، يعني يخصفون في منازلهم وفي بيوتهم وفي قراهم وفي ساحاتهم وفي جنازاتهم وفي أفراحهم، يخصفون بالطائرات. يعني كمان يعني هذا حان الوقت لهذه الحرب أن تتوقف، عبثية صارت. هذا رأيي، بس أنه ما فينا نقارن بين جهد حزب الله في التحرير وفي تحرير الأرض اللبنانية وجهد الحوثي الذي يدافع عن نفسه في وجه اعتداء خارجي. أستاذ جورج، يعني اليوم الإمارات والسعودية يعتبرون اعتداء خارجي على اليمن؟ نعم. أنت تعتبرهم اعتداء خارجي الإمارات والسعودية على اليمن؟ اعتداء، أكيد في اعتداء، مش بأنه بس السعودية، مش لأنه السعودية أو الإمارات، بس أنه في عدوان عم بيصير، صار له كم سنة؟ صار له 5 سنوات مستمر، 5 سنوات تقريبا. كم؟ 8 سنوات. 8 سنوات مستمر على هذا الشعب. طيب خلاص، يعني طيب اللي يعني إذا اللي ما انعمل بسنتين وبثلاثة ما رح تقدر تعمله ب8 سنوات، يعني أصبحت حرب عبثية. هذا وجهة نظري. شكرا لك سيدي الرئيس، انتهت أسئلتي. شكرا لك يا وصال.